انه اكيد منه بجامع، يعني انا بحترم ديني مثل ما بحترم كمان غير اديان، فمش معقولة اني سيق ولا اي دين، لا جامع ولا كنيسة ولا شيء. في مشهد اخذناه بساحة، بيجي يهود بيجي مسيحية بيجي عرب بيجي من كل البلاد وبيكونوا لابسين شورتات يعني. فأنا في حدا كتب انه هيدي باحة مسجد وهيك يعني، بس ما كتير كمان حدا حتى ما حدا انتبه انه انشال، لانه مشهد كان كتير صغير. البار قال حدا شو؟ اهبل يعني اكيد لا، يعني ما معقولة اني يعني اعمل شيء هيك يسيق لإلي، انه في ناس يمكن فكروني اني صورت فعلا بالمسجد ولابسه فستان قصير بس ببيني على الوقت مش حرة اني اني ما احترم الاديان او يعني، بس بشعري بلوكي حرة انجأ محطوط ميك اب وشعر ابيض وجرأة حلوة، يعني جرأة ضمن حدود. من الحفلات ولا الحفلات يمكن هن تواجد بس كذا مرة. ايه يوم انت بعدك مع انا بعدني بوم وبعدين ما بعرف شو بصير. كانوا موجودين بالعزاء كلهم، بشكرهم كل اللي قدموا واجب العزاء اكيد. شو بتقولي اليوم لسمو الامير؟ بعيد سمو الامير اكيد، وبشكره كمان لانه من فتره حكاني وبدي اعيدهم وقال لهم ان شاء الله بينعاد عليكم. اكيد ما بعتبع حدا بالنهايه يعني، بس بالنسبه لي يعني اكيد هو شركه روتانا كلها يعني، واكيد في كثير اجوا قدوا واجب العزاء. رح تغني فرنسي، رح تغني مع شركه روتانا جديد. لا اليوم رح عبالي اسمع شي هيك ما بعرف حافظها مايسترو.